السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشركة اللي عاملة شات جي بي تي عاملة حاجة اسمها كودكس، دي على أساس إن أنت تجرب إن أنت تكتب أو تقول له اكتب لي برمجة معينة. على سبيل المثال بدل ما أكتب كود لا، هقول له اعرض لي الصورة القطة اللي موجودة في الموقع الفلاني، تمام؟ فهو هنا كتب الكود والنتيجة هتظهر هنا، كتب لي variable cat image بتساوي كومنت create element السورس بتاعها في المكان الفلاني، فالصورة فعلا ظهرت هنا. ممكن بعد كده اقول له اعمل لي زوم مثلا 30%. اهو لا بقى مشكلة مسافات ولا مشكلة سيميكولن ولا اي مشكلة خالص، ولا انا حافظ الشفرة بتاعت كذا، اهو عمل لك زوم. طيب انا عايز احول الصورة دي مثلا لابيض واسود، فبقول له خليها لي ابيض واسود، فبدأ ياخدها كملحوظة وبدأ يعمل الشفرة بتاعت جافا سكريبت كات ايميج دوت ستايل دوت فلتر بتساوي جراي سكيل 100%. طيب ممكن تقوله مثلا طب انا عايزها سيركلر، تمام؟ هياخدها كنوتس ويبدأ ان هو يحولها بالشكل دوت، وكتب لي كود اللي هي كات ايميج ستايل بورد ريدياس 50. فممكن اي حاجه تخطر في بالك تكتبها ويحولها لك لكود ويوريك النتيجه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. هل ده هيغنى عن المبرمج؟ المبرمج اي كلام هتغنى عنه، لكن المبرمج الشاطر هو اللي يقدر يستخدم الاداه دي في ان هو يزود الانتاجيه بتاعته. فالمفروض ان احنا ما نخافش من الادوات ديت، بالعكس ان احنا نحاول ان احنا نستخدمها في الشغل بتاعنا، لان كان في حاجه معينه كنت عايزها وهتاخد وقت مني في البرمجه، فقلت له والله انا عايز اعمل باك اب بشكل معين، اول ما ادوس على زرار تاخد من كذا وتعمل كذا، فراح اعملها على طول، فوفر لي وقت كتير جدا يعني. لكن لو واحد مش فاهم برمجه خالص ما اعتقدش انه هيفيده ان هو ياخد الاكواد دي، لان هو طبعا يعني مش هتعمل موقع بالكود ده بس، لا لازم شويه حاجات تانية. فهو انت مش مجرد ان انت عملت حاجه صغيره هتبقى اسمك عملت موقع،